لا اسعد العيداني محافظ البصره، نقول لها منطقه الحيانيه شارع القسم سوق القسم. زين، يعني هاي اللي يجون اهل المجاري لا صاروخيه ولا اليات، يجون بطرق البوري. هاي صارنا 10 ايام على هالوضع هذا. زين، شوف المأساة، شوف الناس، ماكو حتى طريق للناس تعبر. يعني شوف المواكب، شوف الناس اللي جاي تتبضع من السوق. زين، ما لها مجال تعبر. زين، وهاي منا للسوق. شوف الوضع، هاي ستوتات، هذا الشارع شوفه، هذا وضع شارع القسيم اللي هو ضالين، تشتكي ما يجون.